أهلا بكم، ده فيديو تعليمي لموقع تشارك. الفيديو مقسوم لجزئين، الجزء الأول إزاي ننشئ حساب على الموقع، والجزء الثاني إزاي نضيف مصدر. موقع تشارك متوفر بلغتين، العربي والإنجليزي. خلال الفيديو هنستخدم الموقع العربي. بعد ما ندخل الموقع نختار اللغة العربية، ونبدأ أول خطوة إن احنا ننشئ حساب على الموقع. نضغط على تسجيل دخول، بعد كده إنشاء حساب، ونبدأ ندخل المعلومات الأساسية بتاعة حسابنا: اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، كلمة المرور، بعد كده تحت هنلاقي خيار اجعل البريد الإلكتروني غير ظاهر للعموم، وده علشان عنوان البريد الإلكتروني بتاعك ما يظهرش لبقية المستخدمين على موقع تشارك. بعد ما بنخلص بنضغط على تابع، دلوقتي هيظهر لك رسالة، ده معناه انه انت دخلت المعلومات بشكل صحيح. ناقص خطوة واحدة بس علشان تكمل تسجيلك بالموقع، انك تروح للايميل وتنشط حسابك. لما هتدخل ايميلك هتلاقي فيه رسالة جاتلك من موقع تشارك، عنوانها هتكون تفعيل حسابك، هتضغط عليها هتلاقي جواها لينك، وده الرابط الخاص بتنشيط حسابك، هنضغط عليه. وهنلاقي انه الرابط نقلنا للصفحة الرئيسية لموقع تشارك. الجزء الثاني من الفيديو هنعرف ازاي ان احنا نضيف مصدر. الاول نخلي الموقع تاني باللغة العربية. عندنا طريقتين ان احنا نقدر نضيف بيهم مصدر. الطريقة الاولى من القائمة الرئيسية نختار اضف مصدر، والطريقة التانية على طول من الصفحة الرئيسية من البار اللي فوق هنلاقي فيه ايقونة اسمها اضف مصدر، نضغط عليها علشان دخلنا صفحة اضافة المصدر. هتفتح لنا صفحة وفيها مجموعة من الخانات ومجموعة من القوائم اللي المفروض نملاها علشان نضيف المصدر بتاعنا. أول حاجة نحط عنوان المصدر، بعد كده نختار صورة معبرة عن المصدر، وممكن تكون الصورة موجودة بالفعل على الإنترنت ونحط بس الرابط بتاعها. بعد كده نحط رابط المصدر، وكمان ممكن نحط كود التضمين، وده لو كان فيديو مثلا على اليوتيوب او في اي موقع بيتيح انه يتم تضمين المحتوى بتاعه ضمن الصفحات في مواقع تانية. بعد كده نبدأ نحط توصيف للمصدر، ونختار نوع المصدر والمؤلف، بعد كده رابط المؤلف، وده ممكن يكون موقع إلكتروني أو مدونة أو حساب حتى على الشبكات الاجتماعية. بعد كده الناشر، ورابط الموقع الخاص بالنشر، بعد كده نختار تاريخ النشر، بعد كده نحدد صيغة المصدر، بعد كده نختار نوع الترخيص، ترخيص الاستخدام، بعد كده نختار البلاد او الاقاليم المرتبطة بالموضوع، وبعدين القضايا، ونختار اللغة،
واخر حاجة الوسوم، وهي تكون كلمات بسيطة معبرة عن المصدر اللي احنا اضفناه. آخر خطوة إن احنا نضغط حفظ، بعد ما نضغط حفظ هنلاقي إن في رسالة ظهرت لنا بتقول تم تقديم هذا المصدر وتم حفظه في مكتبتك. لو دخلنا على الصفحة الرئيسية هنلاقي إنه تم إضافة المصدر.